ربنا موجود. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الواحد والعشرون من شهر أبيب المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار القديسة الطاهرة العذراء مريم، والدة مخلص العالم والملجأ العظيم والكنز الذي لا يفنى، الشفيعة الأمينة في جنس البشر، شفاعتها المقدسة فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 147 للشهداء 451 ميلادية، تنيح القديس سوسنيوس الخصي، كان من رجال قصر الملك سأودوسيوس الكبير، وكان كثير الرحمة مملوءا نعمة وحكمة. ولما اجتمع المجمع المسكون الثالث بأفسس لمحاكمة نسطور، كان هذا القديس يقوم بخدمة القديس كيرلس الكبير بابا الإسكندرية وباقي أعضاء المجمع من قبل الملك ثاودوسيوس. واتفق أنه مرض في ذلك الحين، فصلى القديس كيرلس من أجله إلى الله فشفي، وفرق كل ما له على الفقراء والمساكين، ثم تنيح بسلام، فصلى عليه القديس كيرلس ودفنوه بإكرام جزيل. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين.